أنا فاطمة معلم هون جريد 1. بالنسبة للإيستي مثلاً هن أولاد صغار، هن بحاجة عن جد لهذا المكان، بحاجة لشوية لعب، بحاجة لتغيير الجو. جو المخيم كتير صعب، فبيجوا لهون تحسين عن جد عم يفرغوا الطاقة اللي جواتهم. خلال 6 سنوات اكتسبت خبرة كتير منيحة على مستوى الشخصي وعلى مستوى عملي. نحن مثلاً ناخد ورشات عمل عن التعامل مع الصعوبات التعلمية، ونحن كتير طلابنا عندهم صعوبات تعلمية يعني من الوضع اللي نحن عايشين فيه، فمنحاول قدر الإمكان نحسن طريقة مثلاً أدائنا، طريقة تعليمنا للطلاب بهاي الورشات اللي عم ناخدها. الأطفال بصراحة علموني كتير، أنا يعني كل يوم بتعلم منه شغلات جديدة، بتعلم منه كيف بنتأقلم مع الوضع المعيشي، شو ما كان أنا فيني أتأقلم. هذا الشيء عن جد بخليني أنا أتعلم منهم، وبنفس الوقت أعلمهم كيف يكونوا جاهزين لينخرطوا بالمجتمع، ليكونوا بمكان أفضل من هذا المكان اللي هن عايشين فيه.